بسم الله ربنا اجعلنا حريصين على الاعتماد عليك كلية يا كريم يا عظيم، فاجعلنا من خير من أطاعك وأطاع رسولك عليه الصلاة والسلام. قل ربي في آية 46 من نفس السورة أي الأنفال بالبيتان، وأطيعوا وهو أمر إلهي، أنت كمؤمن وكمسلم وكمحسن مش تعصي ربي، أنت خرجت من مما رد الله للأمة، أنت خارج من كان نفسك في الخروج، ومن ينقلب على عقبيه، أعرف شو استنى بك، تقلب البيستا وتم تقلب اتجاهك، مثلهم كان نفسك، قداش من واحد هكا صاينة طمعوه في شوية مال وشوية سلطان، فباعوا أرواحهم وخسروها في الدنيا والآخرة، وما كرهم عند الكرم. وأطيعوا الله ورسوله، يعني لا طاعة لله وحده، بل طاعة للرسول وصاحبه لطاعة لله، ولا تنازعوا ما تدخلوش في نزاعات لشيء لجروب ادفيرسيرز تيران، ما لناش حق، احنا أمة واحدة، لأن الواحد أمرنا بالوحدة، أمتكم واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاتقون فأرضون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. إذا كانوا قاع النزاع لقدر الله هفوة وقعت، ناس ما كراش حساب الحال اليوم عليها أو مقمن عليها، سنرى ذلك في الشريط الآتي إن شاء الله تعالى.